بيبدأ فيلم النهاردة بمجموعة من الأشخاص وهم قاعدين بيتكلموا على جروب وبيبقوا زهقانين جدا، وبنعرف إن الجروب ده ضامن مجموعة من أغنى أشخاص موجودين على كوكب الأرض، وبيبقوا زهقانين جدا لدرجة إن في واحد فيهم بيعذب سلحفة بطريقة بشعة جدا وبيبعت لهم الفيديو على الجروب. فبتيجي واحدة اسمها أثينا وبتقوله خلاص هانت، موسم الصيد قرب وهيبدأوا يصيدوا شوية ناس من الفقراء اللي ملهمش لازمة. فواحدة بتقول لها إنها ما ينفعش تتكلم في الموضوع ده على النت علشان ما يحصل لهمش مشاكل، وبيقفلوا المحادثة على كده. وبنروح بعد كده المضيفة في الطيارة وبتسأل شخص من الركاب عن المشروب اللي يحبه علشان تجيبه له، لكنها بتتفاجئ ان في واحد من الركاب صحى فجأة ومش عارف هو فين، علشان نكتشف ان دول مجموعة الناس الاغنية وبيكون معاهم في الطيارة الناس اللي ناويين يصطادوهم عند القصر، وبيبقى متوتر جدا وبيبقى مش عارف هو فين، لكن بيجيله واحد بيهديه وبينيمه على الارض وبعديها بيطعنه مرة واحدة في رقبته، لكن بيقوم يقاوم وبيكسر ازازة وبيضربه بيها، لكن بتيجي واحدة بتمسك كعب جزمة وبتطعنه في عينه مرة واحدة وبيقع على الارض، وبتأمر اللي موجودين انهم يخلوه مع باقي الضحايا اللي معاهم. وبنكتشف كمان ان في ناس كتيرة نايمة موجودة على الطيارة، وبيموت الراجل ده طبعا بسبب الجراح الكتيرة اللي اتعرض لها. وبعديها الناس اللي كانت في الطيارة بتبقى موجودة في مكان وبتبدأ تصحى واحدة منهم، لكن بتلاقي بقها مربوط، ولما بتبدأ تبص حواليها بتلاقي واحدة تانية على البحيرة مربوطة برضو، لكن الواحدة دي بتبقى هادية وبتكون بتحاول تفك القفل اللي على بقها بهدوء. وبعديها بيتجمع الناس كلها في الساحة وبيلاقوا صندوق فاضي، لكن كلهم بيبقوا خايفين يفتحوا الصندوق ده، بيكونوا مفكرينه فخ أو حاجة، لكن بيتقدم واحد منهم وبيبدأ يفتحه بحذر، فبيلاقي جواه خنزير صغير طالع منه، وبيلاقي كمان مجموعة كبيرة من الأسلحة. فطبعا ساعتها بيجروا كلهم على الصندوق علشان كل واحد يلحق ياخد سلاح، وبتلاقي واحدة منهم مفتاح للإقفال دي في ورقة، فبتاخده وبتبدأ تفك الناس اللي معاها، وبعديها بيديها واحد مسدس علشان لو حصل حاجة تقدر تدافع عن نفسها، لكن للأسف هي بتكون أول مرة تمسك سلاح. فبيجي لها شخص تاني بيبدأ يقول لها إزاي تستخدم السلاح وبيطمنها وبيعرفها إنه لو حصل أي حاجة هو هيبقى جنبها، لكن مرة واحدة بيتضرب عليهم نار وكله بيجري في اتجاه وبيستخبى، وبتيجي طلقة في دماغ البنت اللي لسه أخد المسدس بتموتها في ساعتها، وبتيجي واحدة تانية تهرب من ضرب النار لكن بتقع في فخ مليان أسياخ حديد وبتتصاب إصابات كبيرة جدا، وبيجي واحد علشان ينقذها وبتبقى لسه عايشة، وأول ما بيطلعها وبيمشوا بيدوسوا على ألغام وبينفجر فيهم هما الاتنين، علشان نلاقي البنت وقعت تاني على الأسياخ لكن بتكون فاقدة كل أطرافها، وبيجي واحد تاني علشان يشوفها فبتاخد منه المسدس وبتموت نفسها علشان ترتاح من العذاب اللي هي فيه، وبيجري الراجل لحد ما بيوصل للسياخ وبيجيله 3 أشخاص تانيين، ودول اللي بيكونوا فاضلين من المجموعة، وبيحاولوا يعدوا منه على أمل إنهم ينقذوا حياتهم من المكان المخيف ده، وبيتأكدوا كمان إن اللي هم فيه ده الموضوع اللي انتشر على النت من فترة، وكان بيتكلم على مجموعة من الناس الأغنياء بيخطفوا ناس من الفقراء علشان يصطادوهم من أجل المتعة بس، وهم بيحاولوا يهربوا، واحد منهم بيتضرب عليه سهم لكن بيرجع يضرب نار في الاتجاه اللي جاي منه الأسهم علشان يعطلهم لحد ما الباقي يحاولوا يهربوا، لكن للأسف بيموت، وبيتمكن التلاتة اللي فاضلين انهم يجروا بسرعة لحد ما بيوصلوا لمحطة بنزين شافوها على اول الطريق، وبيبقى فيها راجل وست كبار في السن بيفكروا انهم جايين يسرقوهم، لكن بيتكلم معاهم واحد وبيفهمهم انهم اتعرضوا للخطف، وبيعرف كمان من الراجل انهم موجودين في ولاية أركانساس، فبيستغربوا لان كل واحد منهم تم خطفه من ولاية مختلفة، وبياخد واحد منهم التليفون وبيتصل على الشرطة وبيحكي لهم انهم مخطوفين وبيحكي لهم على اللي حصل، وبيطلب منهم كمان انهم يتبعوا التليفون علشان يقدروا يوصلوا لهم لانهم مش بيبقوا عارفين هم فين بالظبط، فبيطلب منه الشرطي انهم ما يتحركوش من مكانهم وهم هيحاولوا يوصلوا لهم بسرعه، لكن الراجل بيحس ان في حاجه مش طبيعيه، وفجاه البنت اللي معاهم بتكون اكلت حاجه من المكان وبتبدا تتخنق وبتقع على الارض، وبيتفاجئوا ساعتها ان العواجيز لابسين اقنعه غاز وبيرموا عليهم قنابل غاز، وبيجي واحد يهجم عليهم لكن الراجل العجوز بيطلع بندقيه من تحت المكتب وبيضربه، والراجل التالت بيموت هو كمان بسبب الغاز اللي ملى المكان، وبعديها بيدخلوهم غرفه وبينضفوا المكان وبيتعاملوا طبيعي جدا ولا اكن في حاجه حصلت، وبعد شويه بيجي للعجوزه
التليفون وبيكون من أثينا، وبتعرفها إن في واحدة جاية لها اسمها كريستال وبتكون من غير سلاح ولا أي حاجة، وبتعرفها كمان إنهم هيستمتعوا بيها جدا، علشان نعرف بعد كده إن محطة الوقود والناس اللي فيها تبع الناس الأغنياء اللي تبع أثينا. بعديها بتوصل كريستال وبتكون بتتكلم بحرص جدا مع الناس العواجيز وبتسألهم عن المكان اللي هم موجودين فيه، فبترد عليها وبتقول لها إن هم في ولاية أركانساس، وبتكون كريستال وقتها تديها فلوس علشان تشتري سجاير، وأول ما بترجع لها الباقي بتضربها كريستال وبتنط للمكان من جوه، تسحب البندقية من تحت المكتب وبتقتل الراجل العجوز، وبتقول للست إن السجاير في أركانساس مش بالسعر ده خالص وبتقتلها هي كمان، وبتشوف بعديها الجثث التلاتة فبتاخد طلق للبندقية وبتطلع علشان تستعد للي جاي، وأول ما بتطلع بتلاقي عربية لكنها بتكتشف إن في خيوط متوصلة بقنبلة، أول ما تيجي تفتح الباب هتنفجر على طول، فبتاخد اللاسلكي اللي كان مع العجوزة وبتستخبى، وساعتها بتسمع أثينا واللي معاها وهم بيتكلموا وبيبعتوا كمان طيارة آلية علشان يشوفوا إيه اللي حصل، لكن فجأة حد بيضرب على الطيارة دي نار وبيدمرها، وساعتها بتخاف أثينا من اللي حصل وبتقفل الخط اللاسلكي. بعديها بيظهر راجل اسمه جاري وبيكون جاي على العربية علشان يركبها ويهرب، لكن كريستال بتظهر له وبتمنعه إنه يركب العربية، تفهم كمان إنه من ضمن الضحايا اللي مخطوفين وبيبدأوا يتحركوا مع بعض. وهم ماشيين بيتكلموا مع بعض بنعرف إن جاري كتب مقالات كتيرة جدا عن موضوع النخبة وعن الضحايا اللي بيخطفوهم وبيصطادوهم على سبيل المتعة، وفجأة بيظهر قطر بضايع جاي من وراهم فبيجروا بسرعة علشان يركبوا فيه، وكريستال بتساعد جاري إنه يركب القطر وبتقدر إنها تطلعه على آخر لحظة، بس أول ما بيركبوا بيسمعوا صوت فبيحضروا السلاح وبيستعد، فبيلاقوا مجموعة من اللاجئين فبيطلعوا يتكلموا معاهم، لكن جاري بيتعصب جدا وبيقول إن دول أكيد تبع الناس اللي خاطفينهم وبيكون عاوز يقتلهم كلهم، وفجأة القطر بيقف وكلهم بيخشوا علشان يستخبوا، وبيكون الجيش هو اللي موقف القطر علشان يفتشه، فبينزل كل اللي موجودين في القطر وبيفتشهم، فبيفهمهم جاري إنه أمريكي وإنهم مخطوفين وإن الناس دول تبع النخبة، لكنهم مش بيفهموا هو بيقول إيه، وساعتها بيتكلم زعيم اللاجئين مع جاري وبيوعده إنه هيهربهم قبل ما يصطادوه، بس بشرط إنه يفضل ساكت وما يتكلمش مع الجيش في حاجة، وساعتها بيتأكد جاري إنه صح وإن فعلا تبع النخبة، وبيهجم عليه بسرعة وبيكتشف إنه معاه قنابل في الشنطة بتاعته، فبياخد قنبلة من الراجل وبيحطها في بنطلونه وبيسيبه وبيجري، وساعتها بيطلعوا يجروا كلهم والقنبلة بتنفجر وبتدمر الراجل ده، لكن بعديها بيقرر الجيش إنه ياخدهم معاه علشان يعرفوا إيه حكايتهم، وبيبدأوا تحقيق معاهم، وبتقعد كريستال مع الضابط وبتعرفه إنها كانت بتاكل في مطعم واتخدرت، وأول ما صحيت لقت نفسها هنا وعرفته كل اللي حصل، فبيبعت الضابط يجيب واحد من اللي هربوا، فبيطلع إن دون اللي كان معاها أول ما وصلوا، لكنه ساعتها اتمكن إنه يهرب، وبعد ما بيخلصوا تحقيق بيطلعوا يتكلموا شوية مع بعض، لكن كريستال بتبقى ساكتة ومش بتبقى عاوزة تتكلم خالص، وبعديها بيوصل شخص بنعرف إنه مسؤول من السفارة الأمريكية وجاي علشان ياخدهم معاه ويرجعهم لبلدهم، وبيركبوا معاه العربية وبيتحركوا، لكن كريستال بتبقى مش مطمنة للراجل ده خصوصا لأنه بدأ يتكلم عن النخبة وعن اللي بيعملوه، وبيبدأ يبرر اللي بيعملوه وبيكون متعاطف معاهم جدا، وساعتها بتفهم كريستال إن الراجل ده مش تبع السفارة ولا حاجة وإنه تبع الناس الأغنياء، فبتقرر إنها ترميه من العربية وترجع تدوس عليه علشان تتأكد إنه مات، فبيتعصب دون جدا من اللي عملته، لكنه بيسكت أول ما بيلاقوا جثة جاري في شنطة العربية، وبيكون آخر سكينة في دماغه، وبيكون عاوز ياخد العربية هو وكريستال ويهربوا من هنا بسرعة قبل ما حد تاني يوصل له، فبتتكلم معاه كريستال وبتعرفه إنهم يحاولوا إنهم يطلعوا عايشين من الموقف السيء اللي هم فيه ده، وكمان يحاولوا يطلعوا كسبانين على قد ما يقدروا، لأنهم ما ينفعش يشوفوا حاجة زي كده بتحصل ويسكتوا عليها، وكمان بيلاقوا خريطة بيبقى موجود فيها المكان اللي موجود فيه أتباع أثينا، وده المكان اللي كان هيوديهم ليه الراجل اللي لسه موتين، وفي نفس الوقت ده بيكون النخبة قاعدين في المخبأ بتاعهم وبيكونوا مستنيين المسؤول المزيف يوصل هو وكريستال والراجل التاني علشان يستمتعوا بيهم شوية وبعد كده يموتوهم، فبيسيبهم واحد وبيطلع علشان يدخل الحمام، لكنه بيتفاجئ بدون قدامه وهو شايل الخنزير بتاعه، وقبل ما يتحرك بتيجي كريستال من وراه وبتذبحه، وبينزلوا الخنزير ليهم جوه المخبأ وبيخافوا كلهم وبيبدأوا يضربوا نار على الخنزير لحد ما بيموت، وقبل ما بيبدأوا يتحركوا بتظهر كريستال وبتضرب النار على شخص من النخبة وبتفجر دماغه، وبتبدأ تقتل واحد ورا التاني بمنتهى الشجاعة، وبنلاحظ كمان إن مفيش حد فيهم
بيعرف يستخدم السلاح كويس إلا شخص واحد بس، وبيكون جندي سابق وكان هو اللي مسؤول عن تدريبهم. وبيبدأ يهجم على كريستال اللي كان بتتمكن منه وبتضربه بالنار، وبتتمكن كمان من البنت اللي بتضرب بالسهام وبتغرز السهم في بطنها. وبيقوم تاني الجندي السابق بيهجم على كريستال لكنها بتقدر تضربه بكل قوة ومهارة، وبتاخد حديدة وبتبدأ تهجم عليه وبتضربه بأقصى قوة. وبعد ما بتخلص كريستال عليهم بيدخل دوم بيسأل البنت اللي معاها السهام هما ليه بيعملوا كده، فبترد عليه وبتقوله انهم بيعملوا كده من اجل الاستمتاع فقط، فبتديها كريستال طلقة في دماغها فورا. لكن بيتكلم اللاسلكي فجأة وبتكون اثينا وبتسأل دون عن كريستال وقدروا يخلصوا عليها ولا لسه، وساعتها بتعرف كريستال انه تبعهم هو كمان، وبيبدأوا يرفعوا السلاح على بعض. فبيحاول يقنعها انه ما يعرفش اصلا مين اللي بيتكلم في اللاسلكي، لكن بتأمره كريستال انه يسيب السلاح، فبتقوله اثينا انه يضرب النار، لكن كريستال بتضربه بالنار وبتخلص عليه بسرعة. وبترد كريستال على اثينا وبتعرفها انها خلاص قتلت كل اتباعها، فبترد عليها وبتقول لها انه جه الوقت انهم يتقابلوا هما الاثنين. وبتروح كريستال تقعد جنب الجندي وبتلوم عليه وبتقوله انه ازاي يعلم ناس شبه دول استخدام السلاح علشان يقتلوا البشر، فبيقول لها انه ملزوم بخدمة لاثينا علشان كده هو مجبر انه يعمل كده. فبتسأله عن مكانها لكنه بيرفض يتكلم، فبتضغط جامد على مكان الجرح وبيعرفها مكانها، لكنه بيقول لها انها ما تروحش هناك علشان هي ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل لها. وبيعرفها كمان ان اثينا فضلت 8 شهور تتدرب وانها اكيد هتموتها لو راحت لها. وبنعرف ساعتها ان كريستال كانت جندي في الجيش، وده طبعا سبب مهارتها العاليه في القتال واستخدام كل انواع الاسلحه ببراعه. وبعدها بتخلص على الجندي وبتتحرك على قصر اثينا، وبنرجع بالزمن لمده سنه وبنكون في شركه اثينا، وبيكون معاها المساعد بتاعها وبيعرفها ان في حد من اصدقائها حسابه اخترق وكل الرسائل والمعلومات اتسربت. ومن ضمن الرسائل دي رساله من اثينا بتقول ان موسم الصيد قرب وانهم هيستمتعوا جدا بصيد الناس في القصر بتاعها، وبيعرفها ان الخبر انتشر جامد جدا وان ده سبب الخساره اللي حصل للشركه بتاعتها. وبيعرفها كمان انها اتعزلت من منصب مدير الشركه، فمش بيهمها طبعا كل الكلام ده، لكنها بتبقى عاوزه تعرف بس مين اللي كتب المقالات دي على النت وشوه سمعتها. ولما بتخلص مع المساعد بتاعها بتتجمع هي واصدقائها من النخبه وبيفضلوا يقلبوا في صور الناس اللي اتكلموا عنهم وشوهوا سمعتهم على النت، وبيحددوهم كاهداف ليهم في القصر. والخطه بتكون انهم يخطفوهم ويبداوا يصطادوهم في الغابه واحد ورا التاني، لحد ما بتظهر صوره كريستال وبتكون كتبت مقاله عن اثينا تهجم عليها وبتشتمها بسبب اللي انتشر عنها، وده اللي بيخلي اثينا تحقد عليها اول ما تشوفها وبتقرر انها تقتلها. وبنرجع تاني لكريستال وبتكون واقفه قدام القصر بتاع اثينا وبتكلمها في السماعه وبتعرفها ان الارض اللي تحتها مليانه متفجرات وانها ممكن دلوقتي حالا تقتلها، بس مش هيبقى فيه متعه في كده، فبتامرها انها تسيب المسدس اللي معاها لو هي عاوزه تدخل. فبتسيب كريستال المسدس بتاعها، واول ما بتسيبه بتفتح لها اثينا البوابات وبتدخل. واول ما بتدخل بتبدا اثينا تتكلم معاها وبتعرفها كل حاجه عنها، وبتقول لها كمان ان ابوها كان مدمن ومات بسبب المخدرات، وان والدتها كمان ماتت بسبب جرعه زياده من المخدرات. وبتعرفها كمان ان اللي كتبته على النت ما كانش ينفع لانهم مش بيعملوا حاجه غلط، وانهم عملوا كده لما كريستال واللي زيها اتكلموا في الموضوع ده، بس كريستال بتقول لها ان الكلام ده مش صح وان دي مش اول مره يعملوا كده، لان كل حاجه موجوده بالظبط زي ما انتشرت المقالات على النت. وبتعرفها كمان انها مش كريستال اللي هي عاوزاها، كريستال التانيه واحده عندهم في القريه، وان اثينا اتلخبطت ما بينهم الاتنين وجابتها هي. واثينا طبعا مش بتصدق الكلام ده، يبدا القتال بينهم، وبتمسك كريستال سكينه وبتحاول تقتلها، لكن بتكون اثينا اتمرنت بشكل احترافي جدا، قدرت انها ترد لها الضربات بشكل احترافي. وبتحس اثينا ان كريستال قويه جدا وممكن ما تقدر تموتها، وبتاخد ساعتها بندقية وبتطلع وراها وبيضربوا بعض هما الاتنين. وبتنط كريستال تمسك في حبل نازل من السقف، لكن الحبل بيتقطع وبتقع كريستال على الارض. وبتمسك ساعتها اثينا آلة حادة تطعن كريستال كذا طعنة، وبتفكر انها خلاص هتقدر عليها، لكن بتتمكن كريستال انها تجري على اثينا وتطعنها بالسكينة في بطنها لحد ما بيقع الاتنين على الارض وهم غرقانين في دمهم. وساعتها بتسأل كريستال انها فعلا كريستال حقيقية ولا لا، لكن كريستال بتعرفها انها
خطفت البنت الغلط وبعديها بتموت أثينا، وده طبعا بسبب الطعنات الكتير اللي في جسمها. وبتتمكن بعديها كريستل انها تعالج جروحها وتنظف نفسها، كمان بتلبس فستان من بتوع أثينا وبتروح للطيارة وهي معاها مسدس، وبتعرف الطيار والمضيفة انها خلاص قتلت كل النخبة، وساعتها بيخافوا منها وبيتحركوا للمكان اللي هي عايزاه. وبعديها بتخلي المضيفة تقعد وتتكلم وتاكل معاها كمان، وبتسألها المضيفة عن احساسها بعد ما قتلتهم كلهم، فبتعرفها انه كان احساس ممتع جدا. وهنا بيكون خلاص فيلم النهاردة. ساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة لو انت جديد معانا علشان يوصلك كل ملخصاتنا. اشوفكم الفيلم الجاي. سلام.